مرحبا أصدقائي، كيفكم بهيدي الحلقة الجديدة؟ أنا محمد، ومن شهرين تقريبا استعرضت سماعات نيو من شركة سوديو. هلأ صار في جدال عليها، على أنه هي السماعة بنشتريها ما بنشتريها، شو وضعها مثلا، وحتى عن السماعات اللي راجعتها قبل. فقررت أنا بعد كل سماعة، بعد كل مراجعة يعني أعملها، استنى شهر شهرين أو أكثر شوي لحتى أخبركم عن تجربتي المطولة مع هيدي السماعة. فبهيدي الحلقة رح تكون تجربتي المطولة مع سماعات نيو من شركة سوديو. لكن قبل ما نبلش، إذا كنت عم تشوفني لأول مرة، بتمنى منك تشترك بالقناة، تفعل الجرس على الكل، وتدعم الفيديو بلايك. خليكم معي. بالبداية خليني أحكي عن الأمور يلي عجبتني بسماعات نيو من شركة سوديو. أول شغلة عجبتني بسماعات نيو من شركة سوديو هو مسألة البطارية. فصراحة هيدي السماعة كنت استخدمها لفترات طويلة، حتى انقلكم تجربتي الحقيقية. يعني استخدمها حوالي من 5 لـ6 ساعات تقريبا، مرات لأكثر من 6 ساعات، وتبقى مع البطارية عم تضايم بشكل جيد. مقارنة مع الإصدارات اللي جربتها قبل من شركة سوديو، تعتبر هيدي أفضل حاليا، وما في أي مشاكل عليها من ناحية البطارية. فهذا الشيء ريحني صراحة كتير، وتعتبر نقطة إيجابية بهيدي السماعة. أيضا شيء مهم ريحني صراحة هو مسألة الوزن، الوزن الخفيف للسماعة أو لحتى للبوكس. لكن بدي أقولك أنه هيدا الوزن هو سلاح بحدين، رح نحكي عنه بمسألة الأمور يلي ما عجبتني بهيدي السماعة. لكن الوزن أيضا يعتبر نقطة إيجابية بالنسبة لسماعات نيو من شركة سوديو. الشيء المميز عطول بأي سماعة أو هاتف أنك تحصل على منفذ تايب سي. فمنفذ التايب سي بريحك من ناحية شبك السماعة إذا كنت مش منتبه، سواء كان يمين أو يسار يعني. وايضا سرعه الشحن، تعتبر كابل تبعول التايب سي اسرع من الكابل تبعول تايب بي، فهذا الشيء مميز ايضا بهيدي السماعه، وايضا نقطه ايجابيه. ايضا شيء مميز بالسماعه هو التصميم. انا شخصيا عم بحكي عن تجربتي، انا بحب هذا التصميم من السماعات، حتى السماعات السلكيه عندي ايضا شاريها بهذا التصميم. ما بحب السماعات اللي بتكون كلياتها بدينه، بحب نوعا ما يكون في على شكل هذا الشكل يعني. فريحني وكان مريحة بديني بشكل كبير من باقي الإصدارات. يعني إصدارات اللي قبل صراحة جربتهم، لكن لقيت إنه هيدا التصميم هو الأنسب لإلي أنا شخصيا ولفترات التجربة الطويلة، فهيدا نقطة إيجابية بالنسبة لإلي. هلأ خليني أحكي عن النقاط يلي ما عجبتني أبدا بسماعات نيو. أول شيء اللي خبرتك عنه الوزن الخفيف، أيضا يعتبر عيب. ليش؟ لأنه قلل من خامات التصميم. فأنا كنت منتظر أنه سوديو تقدم بهذا الإصدار اللي هو جديد كليا يعني خامات تصميم أفضل، لكن للأسف الخامات كانت بلاستيك. أي نعم أنه منا شي عاطل يعني، لكن كنت بنتظر خامات تصميم أفضل من هيك. شخصيا أنا بقول السبب لأنه سوديو عملتها بهذا التصميم نوعا ما خامات متوسطة الجودة هو أنه السعر. لو هلأ رحت على موقع شركة سوديو رح تشوف أنه إصدار نيو هو أقل سعرا من باقي الإصدارات، فيمكن هذا هو السبب حبت شركة سوديو تقدم سماعات بسعر مقبول، لكن هذا الشيء أثر على جودة الخامات. أيضا حكيت عن تجربة الثبات بالدينة، تذكروا بالحلقة وقلت لكم أنه في بادز من سيليكون فيك تحطهم لحتى تثبت الدينة بشكل أفضل. اللي لاحظته أنه مع الحرارة أو مع الاستخدام المطول، أو هذا الشيء بولد حرارة وجودها بدينتك يعني، فهذا السيليكون نوعا ما بيتمدد شوي. جيت أنا عم شيل السماعة مثلا من دينتي، بقيت السيليكون طلعت السماعة لوحدة. فبدك أنت تاخد السايز أو القياس اللي أصغر من أنت اللي بتستخدمه وتحطها بيه السماعة لحتى تبقى ماسكة بشكل أكبر، ولحتى ما تزعجك يعني بس تسحبها تبقى السيليكون بالدينة. لكن أنا بعدني لهلأ بستخدمها من دون السيليكون، لقيت أنه هذا الشيء أسهل لي وأريح لي يعني، وثباتها مقبول وما بيزعج يعني صراحة، ومش راح أركض ولا راح أسبح فيها يعني، فممتازة كثبات. لكن السيليكون أيضا بدك تنتبه أنك تستخدم القياس يلي أصغر. لناحية الصوت، تجربة الصوت أيضا ما كانت هي التوب، يعني تجربة الصوت ما كانت هي التوب، باعتبار أنه بعض المحتوى كان منخفض نوعا ما وبعض المحتوى كان رائع. السبب أنه يمكن حسب التراك أو المحتوى يلي مسجل، فإذا كانت غنية فيها بيز قوي فيها كذا نوعا ما السماعة بتجرب تقدم لك تجربة مقبولة. لكن المحتوى إذا كان عادي في بعض المرات بيكون الصوت منخفض. هلأ السبب صراحة يمكن الدرايفرز بدهم شغل أكتر، ممكن نشوف سماعات أو إصدارات تاني من هذا الإصدار من نيو
تحسن أكثر صوديو بموضوع الصوت. هيدا كان كل شيء مع خلاصة تجربتي بعد شهرين من سماعات صوديو من إصدار نيو. فهيدا كلام اللي سمعتوه من ناحية الإيجابيات والسلبيات ما بيعني أنك أبدا ما تفكر تشتري هيدا السماعة، لا فيك تشتريها، فيها كتير إيجابيات، أهم شيء السعر، تصميم، وأيضا البطارية اللي خبرتك عنهم يمكن فيك تتجاوز عن بعض الأمور مثل الخامات. الصوت أكيد ما راح يكون هو أفضل شيء، أكيد في سماعات أفضل، لكن أنت عم تاخد ضمان، عم تاخد اسم من شركة محترمة صراحة، وأيضا الشحن السريع اللي حكيتكم عنه بالمراجعات اللي مرقت من قبل. فيفضل أنك تشتري سماعة من شركة محترمة مثل شركة صوديو أكيد، لو أنه كانت النوع ما الأمور فيها سلبيات وإيجابيات. أي منتج بالعالم فيه سلبيات وفيه إيجابيات، لكن ما بيعني أنه ما لازم أو ما لازم الواحد يفكر يشتريه. تصميم جيد بالنسبة لإلي وشبيه كتير بسماعات أبل، هيدا الشيء اللي بيخليني أنا شخصيا أقتني هيك سماعة. بس هيدا كان كل شيء بهيدا الحلقة، بتمنى تكون نالت أعجابكم. أكيد إذا عم تشوفني لأول مرة بتمنى منك تشترك بالقناة، تفعل الجرس لحتى يوصلك كل شيء جديد، أكيد تفعله على الكل، وأيضا تدعم الفيديو بلايك وتشاركه مع أصدقاء عندهم مثل هيدا السماعة حتى تنقلهم تجربتي أنا وهن يشوفوها. أنا محمد، وشوفكم بالحلقات الجديدة. إلى اللقاء.